السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله الفيديو تاعنا هذا اليوم يلقاكم بألف خير خواتاتي العزيزات. كما شفتوا في الفيديو السابق نزلت صدق وشي وبزاف أخوات قالوا لي الطريقة. في هذا الفيديو إن شاء الله حنزل طريقة تاع العمل تاع نصف صدق كما راكم تشوفوا. يعني الصدق سهل جدا، ما يتطلبش وقت بزاف، وتاني حتى المبتدئات يعني بالنسبة ليهم سهل جدا. حنزينوه في هذه الجهة بالورقات ولا بالدمعات، راح يكون الفيديو آخر طريقة العمل تاع الدمعات. اليوم راح نخدمو هذا النصف تاع السدر، اللون اختياري أكيد كل وحدة واللون اللي تفضل. كروشي كما جرت العادة رقم 8 1.25 مليمتر. هذا هو الصدر تاعنا تاع نهار اليوم. تقدروا تخدموه الجهة هذه كما راكم تشوفوا ولا الجهة هذه، وتحطوا الدمعات من هذه الجهة. كل وحدة وكيف راح تفضل التزيين تاع الصدر تاعها. حنبداو ان شاء الله على بركة الله. عندي اخواتي هنا كروشي رقم 8 من هذه الجهه و 1.25 ملم من الجهه المقابله. عندي هنا مقص وخيط اي لون تفضلوا هنا على 2، الخيط على 2. انا هنا راح نخدم سلسله فيها 150 لطاي ضعيفه. انتم اذا كان حبيتوا لطاي الكبيره راح نديروا 165، ولا لطاي المتوسطه ما بين 150 ل 160. هنا كل وحدة ولا طاي تاعها. راح نبداو بسم الله، راح نبداو اكيد بعقدة البداية. راح نعمل سلسلة فيها 150 غرزة، 150 غرزة. عملت سلسلة فيها 150 غرزة هكذا. هنا راح نطلعو بثلاث سلاسل، 1 2 3، ونلف الخيط لفة واحدة. راح نعمل عمود بلفة واحدة في رابع سلسلة، 1 2 3 4، في رابع غرزة هنا عمود. هنا عندنا 150 غرزة، راح نعملو فوق 150 غرزة، 150 عمود بلفة واحدة على طول السلاسل هادو اللي عندنا. راح نعملو أعمدة بلفة واحدة. حتى ننهي السلاسل اللي عندنا وحنا نخدمو في كل غرزة عمود بلفة. هذا السطر الأول. أحواصل السلاسل اللي عندي في كل غرزة نعمله عمود بلفة واحدة. انهيت السطر في كل غرزة اللي عندنا عملنا عمود بلفة واحدة. هنا السطر 2 راح نطلب غرزة واحدة هكذا سلسلة ونقلبوا العمل. هنا راح نعملو في كل عمود اللي عندنا مايسيني. هذا السطر على طول السطر راح نعملو مايسيني على جميع الأعمدة اللي عندنا. هكذا لما يصير على جميع الأعمدة اللي عندنا حتى ننهي هذا السطر، سطر رقم 2.
ما يسري على جميع الأعمدة. راح أواصل أنا بنفس الطريقة، ما يسري على جميع الأعمدة حتى أنهي السطر. كملت السطر هذا بالماي سيري على جميع الأعمدة اللي عندنا. هنا راح نطلعوا بثلاث سلاسل، واحد اثنان ثلاثة، ونقلب العمل. هذا السطر ثلاثة، نلف الخيط وفوق كل عمود هنا راح نعملو عمود بلفة واحدة هكذا فوق كل مايسيري، عفوا فوق كل مايسيري السطر السابق سطر اثنين نعمله عمود. السطر الاول عمود بلفة واحدة، سطر اثنين مايسيري، وسطر ثلاثة عمود بلفة واحدة. هنا في سطر ثلاثة راح اواصل هذا العمل نفسه على جميع السطر هذا، سطر ثلاثة في كل مايسيري نعمله عمود. راح اواصل بنفس الطريقة السطر هذا في كل مايسيري نعمله عمود. كملت السطر هذا، كما راكم تلاحظوا يبدا يدور معكم هذا النصف السدر. هنا عملنا عمود بلفه، الان راح نطلعوا بسلسله اخواتي هكذا، ونلف العمل في هذا السطر. راح نعمله فوق كل عمود مايسيري كما راكم لاحظتوا بلي نعملو عمود بلفة مايسيري عمود بلفة مايسيري. راح يكون هذا هو العمل تاعنا تاع هذا نصف السدر تاعنا سطر بسطر، سطر عمود بلفة وسطر مايسيري على جميع الأعمدة. مايسيري على جميع الأعمدة تاع هذا السطر. هكذا هنا انا راح نعمل 8 اسطر بنفس الطريقة، سطر عمود بلفة وسطر مايسيري، سطر عمود بلفة سطر مايسيري سطر عمود بلفة سطر مايسيري حتى نوصلوا العدد معين. انا حنعمل 8 اسطر واكتفي، يعني بزاف. انا بالنسبه ليا العرض تاع السدر 8 راه مليح، وانتيا العرض تاع السدر اللي بغيتيه هذا الاختيار يرجع لك. راح اواصل بهذه الطريقه، سطر عمود بلفه سطر مايسيري سطر عمود بلفه سطر مايسيري هكذا سطر بسطر حتى انهي 8 اسطر. راح اواصل العمل كي نخلص 8 اسطر، راح نكملوا العمل ديالنا مع بعض ان شاء الله. يعني الطريقه هي مفهومه اخواتي، والصدر كروشي سهل جدا يعني، وفي متناول الجميع حتى المبتدئات. بالنسبه للثمن تاعو 150 الف دينار جزائري، لانه ما يديش الخيط بزاف وسهل. راح نكمل انا، راح نكمل هذا العمل تاعي، راح ندير 8 اسطر ونرجع معكم اخواتي العزيزات. اخواتي هذا هو العمل تاعنا كما راكم تشوفوا، كملت 8 اسطر كما قلت لكم طريقه العمل.
تحبوا تديروه الجهة هذه تاع هذا النصف الصدر، ديروه الجهة هذه، ولا تحبوا ديروا النصف هذا تاع الصدر الجهة هذه والدمعات يكونوا من هنا. هذا الاختيار يرجع لكم. هنا حين ننهي العمل تاعنا بهذه الطريقة، هنا اخوتتي انهيت انا 8 اسطر تاعي بالاعمدة، ما زدتش سطرت اللي بالماي سيري، توقفت في السطر 8 بالاعمدة فقط. هنا راح نطلع بست سلاسل، 1 2 3 4 5 6، نقلب العمل نخلف 1 2، في الثالثة نعمل ماي سيري، 1 2 3 4 5 6، نخلف 2، 1 2، في الثالثة نعمل ماي سيري، 1 2 3 4 5 6، 1 2، في الثالثة نعمل ماي سيري كما راكم تشوفوا. راح اواصل بنفس الطريقة هذه 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، نخلف 1 1 2، في الثالثة نعمله ماي سيري. راح اواصل بهذه الطريقة اخواتي حتى ننهي هذا السطر. اخواتي انهيت العمل تاع هذا السطر 6 سلاسل، نخلفوا 2 عين وماي سيري، 6 سلاسل 2 عين ماي سيري حتى ننهي هذا السطر كما راكم تلاحظوا هكذا. الان خواتتي حين مباشرة نقلبوا العمل، راح ندخل اول حلقة هذه الاولى تاع 6 سلاسل، راح نعمل 1 2 3، 3 ماي سيري، ونطلعوا بأربع سلاسل، 1 2 3 4، ندخل إلى هنا لتالت ماي سيري ونعمل منزلقة هكذا، عملنا هنا غرزة البيكو ونواصل بثلاثة ماي سيري في هذه الجهة المقابلة هكذا، 3 ماي سيري، 4 سلاسل، غرزة البيكو، 3 ماي سيري. ننتقل مباشرة إلى الحلقة الموالية ونعمل نفس الشيء، 3 ماي سيري، 1 2، وهذا 3، نطلع 4 سلاسل، نعمل غرزة البيكو في 3 ماي سيري هكذا، ونعمل 3 ماي سيري في هذه الجهة هكذا. ننتقل مباشرة إلى الحلقة الموالية، نعمل 3 ماي سيري، 4 سلاسل، غرزة البيكو هنا بمنزلقة، وثلاثة ماي سيري. راح نواصل جميع الحلقات المتبقية بنفس العمل، 3 ماي سيري، طلب 4 سلاسل، نعمل غرزة البيكو هنا غرزة بمنزلقة هكذا، وثلاث ماي سيري. راح اواصل بهذه الطريقة حتى ننهي جميع الحلقات اللي عندنا. انهيت العمل اخواتي، نطلعوا بسلسلة هنا ونقطع الخيط، هكذا، ودائما كلكم نحركوا بالبريكي من الاحسن يعني. وهذا هو نصف الصدر تاعنا،
هذا هو العمل تاعنا. كما قلت لكم تحبوا هذه الجهة تكون من الجهة منا ولا من هنا، الاختيار هذا يرجع لكم. هذا هو العمل تاعنا اخواتي، ان شاء الله يكون كان واضح معكم. طريقة العمل تاعو كانت واضحة معكم، الحين طريقة العمل تاع الدمعات ان شاء الله في فيديو اخر. ما عليا غير نقول لكم ان شاء الله نكون قد توفقت معكم في طريقة العمل تاع هذا، وان شاء الله توفقوا انتم كذلك في الطريقة تاعو. ولكن اول مرة تشاهدي القناة ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديد كل ما هو جديد تاع القناة. ما عليا غير نقول لكم في فيديو اخر طريقة العمل تاع الورقات ولا الدمعات باش نكملوا السداد. خليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.